السلام عليكم، التحية ديالنا لجميع الإخوان ديالنا والعشران الأصدقاء والصديقات، جميع الناس اللي كيساهموا معنا واللي كيتضامنوا معنا في هذه القناة. الضبيب محمد الضبيب، ديما كنقول لكم حنا مع بعضنا عايشين. الحلقة ديالنا الاجتماعية بامتياز، بلا ما نطولوا عليكم ولا نبقاو عليكم شي حاجة اللي ماشي هي هذيك، على حساب ياس كنعاود لكم الواقع اللي كيعيشو المجتمع في هذا الوقت هذا، واي واحد فيكم تقريبا اما سمع ولا وقع ولا طاح في هذا الفخ هذا اللي غنعاود لكم فيه. دابا جمع الشباب اخوتي واللي تصنت معنا القصه بارطاجي معنا، وعمل ابوني اللي مشاركتي معنا يتشارك معنا في قناه، وباقي ما يتعاود. حنا ماشي قصه قصه، وكل قصه كذا تعطي واحد العبرة وكتعطي وحدها. حنا كنعاودو قصات باش بنادم يتصنت وعبرة، ماشي قدوة ولا هادي. والناس هادوما بعض منهم كتأخر لهم في السجن، كتأخر لهم في الحبس، علاش؟ كينقزو تاعية وكل المكاتب ديالو، وشحال من واحد كيزرب كيتعطل كما كيقول بالدارجة. أي مخلوق كيقول لك زرب تعطل، بحال هاد الحياة هادي اللي غنعاودو لكم دابا، وهادشي هذا اللي غيوقعنا هاد الناس. وتبعو معنا تلخر قصة تلخر وتعرفوا كيفاش كيوقع للشباب ديالنا. اليوم الشباب اخوتي باش نبداو اول قصة، ما بقاوش مبليين عن مخدرات او مبليين بالخام او الغبرة او هادي، تزادتو مبلية يا اخرى. شنو هي؟ هي الهجرة، الحريق، ريسكي اللي هضرتي معاه خصو يخوي اي واحد. وهاد المرض هذا دابا كنشوف انه هاد البلية اللي ولات مزموع موجودة في المجتمع، وصلوا لها تانس بولادهم، بدات مزة تانس بولادهم، باغي تغامر، باغي تريسكي، باغي تحرك، باغي كدا. علاش؟ بحال تقول في شيك الدولة اللي غيمشيو لها الفلوس كيطيحو من السما أو كيطيحو مع الشتا، هادشي مكاينش. حلم في الغايب، هذا حلم في علم الله، تا واحد ما كيعلم عليه. عدد الناس ضربت الغربة، وتبعوا معنا القصة تالاخر وما جابو تا ريال، ضاعت الحياة ديالهم وما عملو والو. عدد الناس بقات مصيبة في الغربة، عدد الناس حمقت في الغربة، عدد الناس مرطت في الغربة، عدد الناس هذا ما كاينش يا مرحميني في الغربة، والله ما قفلتي لا فورتي في الغربة، والله ما عملتي داكشي اللي خصو يتعمل، وداكشي اللي ماشي عليه أنت، وعرفتي كيفاش تمشي راسك او مكاتب ديالك، والله العظيم تما بقيتي كما كيقولوا بالدارجه. وتبعوا معنا هاد الشباب هادو اللي كتعرف اللي عندهم حلم بالغربه، واي واحد خصو ريسكي، اي واحد خصو يحرب باي طريقه وباي ثمن. وعلى ذلك باش تحرك خصك واحد الميزانيه خطيره، وهاد الميزانيه هادي ديال هاد المال هذا وهاد الفلوس اللي باش تحرك بهم تقدر دير بهم مجتمع، دير بهم مشروع في المجتمع ديالك فين عايش انت، وتقدر تنجح. الا عرفتي كيف تسلك راسك وعرفتي كيف تتمشى في هذا المجتمع، تقدر تسلك راسك، تقدر تنجح، كتوصل حتى 10 المليون. شحال من واحد كيقول له 10 المليون، جبر راسك الفوق وكدا وهادي، ومضمن حاقة وكدا وهادي. كاين اللي كيطلب 8 المليون، كاين اللي كيمشي فلوكة ولا فقومة ولا كدا بخمسة ولا 6 المليون. الرخيص فيهم ماشي للموت بأربعة المليون ولا ثلاثة المليون، هذا ماشي للموت، تقريبا 90% الموت، 10% ولا شي حاجة في المية وتسلك ولا ما تسلكش. وانت كتعرف هاد الشباب اللي غنعاودو لكم عليهم كيجلسو مع بعضهم، ها انت كتعرف كينساو الوالدين ديالهم هما فقراء، كينساو الوالدين ديالهم ما عاشو طريقة الله سبحانه عز وجل، ماشيين في طريق الله. هادو ما كيبغيو شي حاجه اللي ما تعرفش، شي حاجه خصو هو، واخا يكون المكتب ديالك عاد تكون فقير هو خصو يكون غني. صراعات في الحياه، الا كتب لك الله تكون فقير والله وطير، والله ما كنتش الله مكتب لك شي حاجه لا علاقه في الحياه. ابقى هاد الولد هذا هو وخوه، القصه اليوم عندنا جوج دراري هو وخوه، يجلسوا مع الدراري وكدا وهادي، وسكنت لهم الحرقه في العقل ديالو، خصو يحرق هو وخاه.
ديما الهضره دايره في الدار هذاك وكدا وهاديه، ام عندنا ما نعملو هنايا، نمشيو نشوفو نمشيو كدا نمشيو هادي نمشيو هادي، ديما الهضره كدور في كدا. الوالده ديالهم كتقول لهم دبروا على راسكم انا وخدموا، نتوما باقيين صغار هادي، هما جد الخوت الكره وجد البنات، وباباهم راجل بوبري انت كتعرف الناس ديال الله كيخدموا، فهمتي على الحياه كتبغي شويه الصبر وشويه كذا، على ساعات ما يمكنش عاد تمشي في طريق واحده او اتجاه واحد، وديما كيرضي عليهم كيقول لهم تهلا الله وكذا وهادي ودابا ربي ساهل دابا كذا، وهما دائما هاديك. عاود سيد العشران ديالهم الهضره كدور كذا، شي واحد قال لهم قربت خصنا نطلعوه كذا وهادي دابا وهادي، وديو عينكم اخوتي الفلوس الفلوس، دابا المشكل كاين ديال الفلوس، الدراري صحابهم كلشي كيعوض شي كيكدا شي كيجمع شي كيدبر شي كيسرق، كل واحد شنو عامل. هادو اول سرقه غيسرقوا الدار ديالهم، غيسرقوا باباهم، باباهم كان كيدور واحد الهضره في الدار خصو يشري شي خربه على شو معاه كريم، يشري شي خريبه ولا كذا ولا هادي، او عنده واحد جوج كبار وكذا وهادي، هو عا كيهضر وكذا، هما ابقاو سامرين واحد النهار كتعرف ما كانتش الام ديالهم في الدار والاب ديالهم بنهار، الام ديالهم ما نعرفين خرجت وكذا وهادي، وجاو هما بجوج افلاو الدار وقصدوا البياز الاب ديالهم والام ديالهم، بيت النعاس ديال الام ديالهم والاب ديالهم، قلبوا الدنيا قليب تطاحوا بالامانه. شي 18 المليون كان كيبغي يشري شي تقبال للعيال، زعما كان كيقول لهم سير لكم شي دويره ولا شي هذا، الكرا طلع له في راسو، هزو ديك 18 المليون وهزو واحد الصاك وكذا وهديه وخرجوا، تبتو ديك الامور كامله وخرجوا، ما سلموا على باباهم لا على يماهم لا على شي واحد لا كذا لا هادي لور، ضربوا ديك الايامات في المغرب كيتحشوا، الليله اللي عاد وصل كذا قال له عادي نزيدو، قال له فيها نزيدو، عندهم باسبور ديالهم بالمغرب عندهم كلشي ديالهم، قال له صافي قال له صافي، تفهموا واش عايزيدو اخوتي، تفهموا واش عايزيدو كدا وهادي، صافي صافي، وصلت الساعة ديال صافي الصفر، تعاملوا مع بنادم عطاوها الفلوس كدا شي 10 المليون، بقات لهم شي 8 معاهم، صافي غيمشيو على الله. هي هاديك خان في الله حزم ديك الفليسات معاه، خان اللي زايد عليه شي عام ولا عامين سينتر ديك الفلوس معاه، شي حوايج اخرين في واحد الميكا مجدودين باش عيبدلو عليهم تما كلشي جديد، داكشي اللي بلان اللي عني. ايوا وليلا وخرجوا بسم الله توكلنا على الله، خرجوا بشي 50 بيهم ولا كتر، مقدرتش نو هدف وقادة. ايوا هما ماشيين كتعرف لا اله الا الله محمد رسول الله، بنادم شي مخلوع شي كيبين الفرحه شي كيبين كذا، وديك الشيء في الخطر تعرف شنو الخطر، الخطر هذاك خاه كتعرف، تقلبت تما تقلبت مع عمر طلع في البحر وكذا هادي، تقلبت له كرشو وبدا بحال اللي كيغوت، جا شي كريزمان وبدا كيتقيا وبدا كذا، شمخت الهضره البشر مع الهضره كذا، العايل بحال شبراتو شي حاجه، بدا كيغوت بداو كيشوقوا عليه من هنا من هنا، عيام يغوت بور عيام يغوت وكيتقيا وكيرد القلب ديالو كيسيبو كيوقع على ديك الكومه، الكومه ماشي اخوتي ما كاينش مرحمين، قلت لكم انا ما جاو اخوتي وصلوا لشي بلاصه وداو تحي حتى كان العيل مات لهم تما، مات لهم العيل تما وكدا وهادي، ناض كيحيح معاهم وكدا وهادي كيهضروا شمن هذا ما فيهاش، سيبوا البحر وخا الى عمل هيدا وهيدا صافي، هو جبر الله عم طيح وكذا وهادي، مني وصلوا البلاصه اخوتي فين سيبوهم شي تيرا وكذا وهادي، شي كينقص شي كيتسيب شي تحيح شي ترونت وناضو كيعيط، اخر بقى تما مسيب مسكين تافه مني نقص وكذا صافي، ما كاينش مرحمين قلتكم، ما بقى لا خاله ولا سامح وزاد، دارت الهضره وكذا وهادي كيشبروا ديك العايل، مني اخر مشى دارت شي هضره وكدا هادي، طلقوا الهضره بعيدا شبروا شي واحد البحر ميت وكدا، هو هاد العايله تخاد هادا، مات لهم في البحر وكدا وهادي، معمر طلع الما وكدا هادي بدا كيتقيا وكدا، مات لهم في الكومه، خانا قز زاد، نزل هنا في اوروبا خصت العائلات ديالو، ديك الفكر اللي كانوا كيجلسوا في المغرب مع بعضهم،
هادي بنت خالتي، هادي كدا هادي كدا، تما ما كاينش بنت خالتي ولا ولد خالتي ولا كذا ولا والو، ما رحمو تا واحد، ما رحمو تا واحد، ومعاه شي 8000 اورو ولا 7000 اورو معاه مغربيه، 7 المليون ولا كذا. ايوا دار تما وكدا، هادي اتصل بشي بعضين، ايوا معاه عاود القصه وكدا، عارفين باقيين عنده الفلوس، تعاشروا معاه بحال حبس، تعاشروا معاه، دنا من هنا دنا من هنا فن هنا بدا فلوس مشات، ها الغربة ها الفلوس مشات، وخا مشا وهذا ما يعاودن هذا، أبقى دالع، بقى دالع. اليوم غدا ولاو كيسرقو مع شي دراري، كيسرق مع شي دراري دخل الحبس، عاود بقى بالحبس بدا صحيحة، خرج عاود جبد النينا جبد النينا. علاش كنقولكم شحال من واحد كيحرق باش يحسن الوضعية ديالو؟ علاش مشيتي للغربة؟ مشيتي للغربة على الوضعية ديالك باش تحسنها، باش تقوم بواحد الدور في الحياة ديالك، باغي تحسن الوضعية وباغي تنقد معاك ناس وباغي بزاف ديال الحاجات. هربتي من مثال كتقول هنا ما كاينش، ما كاينش خدمة، ما كاينش كدا، مشيتي تخدم. إذا واخا تما ما خدمتيش وتما ما عملتي والو وضيعتي الفلوس ديال مستقبل عائلتك كاملة، 18 المليون اللي سرقتهم الدار، أنت وخاك خاك مات في البحر ونتينا أنت في أوروبا. شنو عملتي؟ تأخرت لك أوروبا، كتنعس في الزنايق وفي الخربات، وكتعس الشراب والبينو والغابرات، تبليتي بكل شيء وبقيتي دالع أكثر من المغرب. جانكي في أوروبا، تعرف شنو جانكي في أوروبا؟ أما شي عارف المغرب كاينين جناك، حتى في أوروبا كاينين، لا شيء، كيباتو في الزنايق مسيبين، وكيباتو في الميكا، وكيباتو في الخرا، وكيباتو كدا، أغلبية كيصبحو ميتين، وبقى هذاك تما. ضرب سنين، توفى الأب ديالو، ما جابلو خبار، علاش؟ في الأول قصد قالك غيمشي عند العائلة ديالو، الفكر ديالو، إذا غيمشي عند العائلة ديالو زعما كدا وهادي، راه أوروبا فيها شي العائلة، أوروبا طلعتي باش تخدم على راسك، هاديك الغربة على كلشي، تما الناس كتسوق، كتسوق حاجة بالبياس، ماشي بحال المغرب. تما بنادم كيمشي كيجيب سكيلو د مطيشة و سكيلو د بطاطا ولا سكيلو د كدا باش ياكل، ميزانية، الكرا ميزانية باش تعدل كواغط تما طريقة خطيرة، خصك شهادة السكن، خصك هادي، خص لي يوقف معاك، خص محامي ولا كدا ولا هادي، وتكون إنسان نقي وإنسان ماشي عامل برنامج في الحياة ديالك، بإذا طلعتي من ديك البلاد باش تخدم، وعاد عرف كيفاش تجيب الكواطا ديالك، كيفاش تعدلهم وكيفاش تخدم وتصبر. وضرب السداسي في الخماسي باش تكون هو هذاك، وما لا طلعتي تما ضربتي لالا ومالي وتقرقي في سطالي ومشي واجي وصحيبي وشريكي وكدا وهادي، وضربتي سنين، هيدا الخوا ديالي هراب عليك الوقت، بحال بارديدو ديال الكرة مغلوب وفاتك الوقت، إذا كتلعب وقت ضائع ما عاد عدل فيه والو. هادشي اللي غيوقع لهاد الولد هذا اللي غيبقى تما سنين، عاد داخل خارج الشيج، وانت كتعرفوا اخوتي بنادم اللي كيكون مبلي وكذا وهادي، ولا ولا ذلك نقص تاعيا وكذا وهادي، وكيعرفوه الناس وعنده عائله تما وكذا وهادي، ما خلاو ما نصحوا فيه حتى كان فات فيه الفوت، ما عرفش يتصرف، ما عرفش يعيش في اوروبا، طلع الفكر ديال المغرب والدراري ديال المغرب خص كذا وهادي، وبقى هايداك هادي الفلوس اللي جمعها من المغرب ما جمعهمش، عاد عيجمع تما الفلوس، زعما الفلوس كيطيحو بالشتا. شحال من واحد دابا كيجيب الله اوروبا عام سبلان اوروبا عيطيحو عليك الفلوس بالشتا، والطونوبيل غيعطيوها لك كادو ولا كلشي كادو، ها والله ما قفلتي لا فورتي، هادي راه اوروبا، اوروبا كلشي عندهم مدروس، الخدمة مدروسة، الحياة مدروسة، كيفاش تعيش، كيفاش تعمل، كيفاش تصنع، خاصك تمشي دقة دقة، عندهم ديك السيب الماراتي. ما عرفتيش تمشى معاهم، ما عاد عمل فلوس، ما عاد عمل والو، والاغلبيه تجبر راسك كريفولي هنا في المغرب، يسيبوك المغرب لا فرانك لا هادي لا حمراء لا سبعه فرانك كما كنقولوا حنا بالدارجه. الا ما عرفتيش تعيش مع ديك الناس، النهايه ديالك عتكون في المغرب، اما في الصندوق، الا باقي شي واحد كيحتاجك وطلبك مني تموت يبغي يهبطوك في الصندوق، وما انا ما بغاوش يدفنوك تما، دفنوك تما وعداد ندفنو تما، عداد ما بقاوش شي كتعرف، سامحوا في الجمل وما جمل. اما هذا نسى العائله ديالو، هذا الولد هذا مع خامات بقى دالع هداك، كيعطي قلبه وكيفاش توصل لديك الحاله، وبقى هداك
حتى عاد يدور به ليام قصه ديالو ولا كيعرفوها عدد ديال الناس كيفاش طلع من اوروبا وجبد جبده فوق 15 سنه ما كيملكش مياد الاورو اللي طاحت في يدو كياكلها واللي جات في يدو كيطحنها مبلي بالخمر مبلي بالغبابر والنعاس في الزنقه والنعاس موسخ ولا انسان بحال نقولوا مدمن بحال ديك الزومبيس عايش بحال الزومبي في اوروبا صافي بقى حلم ديك اوروبا طلع لها بحال تقول كانوا كتاب عليه عيكون هيداك تما وبقى هيداك المغاربه اللي كيعرفوه افلان كدا كيعاون نصحو فيه كيفاش وكدا او زود بحالك كدا قال لهم ما بقاش فين هود على حسب خاه مات الليله اللي كانوا حارقين مات معاه في البحر ضاعوا الفلوس وضاع خاه وضيع الاب ديالو اسره كامله تشتتت السبب باش يحرق هو وخاه اب ديالو داولو خدم الحياه ديالو كامله على 18 مليون باش يشري لهم ثقبه ولا كذا صدق سرقوها من الدار ديالو اول سرقه سرقوا الاب ديالو كيفاش بغيتي تنجح هاد القضيه كيفاش بغيتي تكونوا مزيانين انت قلب الاب ديالك طرطقتيه لهم هو والام ديالك وعائلتك اللي بقات في المغرب باش طلع انت لاوروبا انت وخاك اتفقتي انت وخاك باش طلعوا لاوروبا انا كنقول للشباب ردوا بالكم اخوتي ردوا بالكم راه كنقولوا حنا عدد الناس كيطلعوا لاوروبا كنقولوا لهم الله يسهل عليكم بالحق يكون عندكم واحد ريبورتاخي ولا عندكم واحد البرنامج في الحياه ديالكم ولا عندكم شي عاد عملوا اذا بنادم اللي عيت مع الصح غادي يكون هو هذاك غادي تبع لاله ومالي وتقرقي في الشطار يكون ميقن في الاخر النهايه ديالك والو بحال هذا الولد هذا اللي عاد تاخر له في الاخر عيدخل للمغرب بحال تقول عنده 70 سنه وتاخر له في السجن من الديوانه للحبس من الديوانه للحبس وكذا وهادي وكتشوف الحاله ديالو مريض وبصدار وبزاف ما يتقال والحياه كيعرفوه ناس وكذا وهادي شنو ضرب اوروبا سنين وحتى درهم الوالدين ديالو مات الام ديالو مات الاب ديالو والام ديالو بقى هذيك جوج البنات مجوجين ولا اله الا الله محمد رسول الله وردوا بالكم اخوتي الشباب هاد السيد هاد الولد هذا تاخر له حتى اوروبا وبقى على العمر تاخرت له في الحبس مع الناس كيعاود القصه ديالو ولا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك وباقي ما يتعاود